والعفو عند الحساب. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود مرة أخرى مع كذب الوهابية بأن الشيعة يقولون كذب أو خان الأمين وصدها عن حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. أولا أجيب على السؤال للأخ، ونعم الأخ والأستاذ محمد زكريا طرح هذا التساؤل بعد أن رد بكلام للعلامة الأميني من كتاب الغدير على هذه الكذبة وعلى هذا الافتراء. لماذا يكذبون؟ فقط وفقط لكي يعني يكسبون لقمة عيش. شلون يعيش الوهابي من دون ما يكذب على الشيعة حتى يستلم الدولارات؟ وإلا هل يوجد شيعي يقول بأن الإمام علي عليه السلام هو النبي؟ بالله عليكم هل يوجد شخص عاقل يقول بهذا الكلام؟ خلنا نستمع أولا لكلام هذا الشيخ الوهابي، بعدها كلام لمؤلف الغدير العلامة الأمين، وبعدها إن شاء الله نرجع لكلام أو لصلاة الشيعة عندما يقول الله أكبر الله أكبر، وأخيرا نرجع بتعقيب مختصر جدا. فخليكم الفيديو. يا الله عز وجل شاهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا والعياذ بالله كذبت يا الله، بل الرسول هو علي، لكن خان الأمين فصدها عن حيدر إلى محمد. يا أخي وش بقي؟ هؤلاء حياكم الله من جديد. طبعا بصورة مختصرة أنا أوضح ولا أريد أن أبرر، والله ليس بمكان دفاع ولا أريد أن أدافع عن هذه الكذبة السمجة والتافهة جدا بأن الشيعة يقولون أن الإمام علي عليه السلام هو النبي، لكن أريد أن أوضح أن هؤلاء في الفترة الإعلامية اللي ما كان أكو شيعة كانوا يروجون هذا الكذب المستمر على الشيعة. لذلك استعرضنا وإياكم دليل من بطون الكتب للعلامة الأميني وهو يبين سخافة هذه التهمة وهذه الخرافة التي تنسب إلى الشيعة، وأيضا دليل عملي من صلاة الشيعة. وفي أمان الله.